هلا احد الاشياء اللي بتشوف اللي بنستعملها في الفريكوينسي ريسبونس ميثود اسمه اللوغاريتميك سكيل. طبعا اللوغاريتميك سكيل جاي من اني باخذ لوج رقم معين. خلينا نشوف وين بنحتاج اللوغاريتميك سكيل. في حالات معينه بحتاج استعمل اللوغاريتمز وبتغلب اذا ما استعملتها. خليني افترض اني اعمالي انا باخذ قراءات للسيستم وارقام، وفي عندي الارقام التاليه. بغض النظر شو الجيم تبعتها، عندي رقم ثاني بدي اعمل بلوت لارقامها. هاي قراءات اخذتها في اوقات مختلفه، اخذت القراءات هاي في اوقات مختلفه. خليني اقول مثلا هاي القراءات فيريبل معين عمال بتغير. خلينا نفترض انه كل ثانية عم بقيسه، ففي تحت هون الزمن تايم وهون الفاليو تبع هذا الفاليو. خلينا نقول هاي الزمن، هاي هون السكندز، هاي عندي 0 سكند 1 سكند 2 3 4 5 6 7 8. بدي اعمل له الان كتايم سيريز. هاي عندي الزمن هون، وهي عندي حتى السكيل تبع الزمن جاهز. هاي عندي هي 0 سكند 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وراح ارفع هذا السكيل مثلا لهون، هي هذا السكيل تبع هذا الفيريبل اللي موجود هون. شو السكيل اللي اختاره؟ يغطي على قيمة. ايش هو؟ اعلى قيمة، ماشي ممتاز. ايش اعلى قيمة عندي؟ عندي هون 10,000، عندي هون 100,000، مش هيك؟ 100,000. فخليني مثلا اختار لو كانت كل وحدة من هذول هذه 20,000، خلي هاي تكون 20,000 وهذه 40 وهاي 60 وهاي 80 وهاي 100,000. جيد هذا السكيل مضبوط. خلينا نبدا نعمل بلوكينج الان. بدنا ناخذ لون ثاني، بدنا نعمل بلوكينج للارقام هاي اللي موجوده هون. 100,000 ما فيها مشكله. بقدر احطهم مش هيك تقريبا هون، هي 100,000 تقريبا بتيجي عندي هون، راح احط انا نقطه وده راح احطها. طيب القيمة الثانية 1000، وين 1000 تقريبا بتيجي؟ هذه 20 10 راح احطها هون مضبوط. طيب ال 50 وال 10 2 مش بس 2 بصير عندي 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 7، شو راح يصير هلا؟ كله راح احطهم هون عمليا. هذا ايش الفائدة منه هذا السكيل؟ ابسولوتلي يوسلس، مش هيك؟ كلمة ابسولوتلي يوسلس ها؟ يوسلس ولا بنفعني بشيء هذا السكيل. شو الحل؟ نلغي القيمة من الزيرو ايش نعمل؟ ممكن انا الغي القيمة من القيم، بس حتى لو لقيت، حتى لو لقيت 100,000 قديش السكيل رح يصير عندك؟ 10,000. طب حتى 10,000 شو بدك تعمل في الواحد تايمز 10 تو ذا ماينس 5؟ اكيد بدك تشوف تفضل ال 10 مضاعفات. ال 10 مضاعفات كيف يعني؟ يعني 10 100,000 اذا اخذت اللوغاريتم تبع الرقم، لو اخذت اللوغاريتم تبع الرقم بعدين المشكله. هلا انا لو ما فرجيتكم هذا المثال ما راح اقول لك اعمل لوغاريتم سكيل، ما بتفهم ليش انت، لانك هلا فكرت في المشكله. شايف المشكله هون؟ لو جيت ركزت على السكيل هذا شو راح يصير بهدول؟ وين هدول راح يروحوا؟ افرض جيت قلت انا بدي اعمل، والله بدي اعمل السكيل تبع 10 تو ذا ماينس 5 و 10 تو ذا ماينس 7، تحسن شوي الوضع بالنسبه لهدول، بس هذه المصيبه وين بدك تحطها؟ وين بدها تيجي هاي؟ بدك تيجي خارج الغلاف الجوي بدي اعملها بروتين هاي، مش هيك؟ اذا احد الحلول اللي وجدوها في الحالات اللي السكيل دايناميك بتغير بشكل كبير بين ارقام صغيره جدا وارقام صغيره جدا، ان ايش اعمل؟ اخذ اللوغاريتم تبع الارقام. اذا هذا ما بينفع، هذا ابسولوتلي يوسلس. نكتب هون ابسولوتلي يوسلس عن هذا السكيل. هذا هون لينير سكيل او شيء ابسولوتلي يوسلس. اذا بدنا شيء احسن من هيك، شوفوا هلا شو بنعمل. لو جينا اخذنا اللوغاريتم تبع الارقام هاي، لاحظ اللوغاريتم بحول ال 10 تو ذا ماينس 7 لايش؟ لماينس 6. بحول ال 10 تو ذا ماينس 5 لماينس 5، وبحول هذا لبلس 6، فصار عندي 6 لناقص 7 مش بطال، مش هيك 13. فشوفوا ايش راح اعمل الان، راح انزل السكيل هذا شوي صغير، راح انزله هون وراح اعمل 13 تدريج، تقريبا ال 13 تدريج بحط كل القيم هذه لما اخذ اللوج تبعهم. رح ناخذ اللوج العادي للبيس 10، لما بحط لوج هون ايش مفهوم منها؟ 10 من هاي للبيس 10، فراح اخذ هذه لوج للبيس 10 وهاي لوج للبيس 10 وهكذا. خلينا نشوف هذول شو بيطلعوا لما اخذ اللوج للبيس 10. خذ يا احد من الشباب هون يعمل اللوج، اعمل اللوج للبيس 10
تبعت الو 101 101002 بيطلع 5 5 فاصل 0004 0004 4 وهاي هاي واضح قديش رح تطلع؟ 3 وعندي ال 50 1.6 هذه طبعا 1 الاثنين 0.30 0.3 موجود وهذه قديش لوك الواحد؟ 0 وين انتقلت هلا؟ طبعا مش في هذا بس تحت الواحد بعد الواحد شو رح يصيروا كلهم؟ ماينس فالنيجاتيف اي رقم اقل من واحد بتحول لنيجاتيف فبصير عندي هلا هاي 1 2 3 4 هاي رح تصير 4 مش هيك؟ وبعدين عندي هلا هاي شو رح تصير؟ ماينس 5 ناقص 5 وهاي رح تصير؟ ناقص 7 هذا السكيل هلا من وين لوين بدي اروح؟ بدي اروح من ناقص 7 لزائد 5 بس فراح احط هون هلا خليني ابعد هاي شوي السكيل هذا إذا هاي رح تكون ناقص 7 ناقص 6 ناقص 5 ناقص 4 ناقص 5 خلص أنا هيك جاهزين نعمل هاي رح أبدأ الزيرو من هون 1 2 3 4 5 6 7 8 لاحظوا الزمن أنا ما عملته هيك الزمن خليته لينير ما فيش عندي مشكلة أبدأ أشوف الزمن لينير بدي أشوف الاختلافات أنا عندي هون أول واحدة رح تكون تقريبا 5 الثانية راح تكون 3 بعدين عندي 1.6 تقريبا هون 1.3 راح تكون تقريبا هون 0 4 بعدين عندي ناقص 5 ناقص 7 لو انت خليت ارقام ضغط لازمين منطقيه اكثر مش هيك بس انا هاي ارقام الاختراعات هيك بدنا نشوف كل الرينج كل الرينج تمام فكره عبقريه لوغاريتمك سكيلز بس طبعا لوغاريتمك سكيل اللي متبع فعليا ونفس الشيء كمان بالفريكونسيز انا بامكاني هون هدول مش فريكونسي بس لو عندي فريكونسي بامكاني بدل ما احكي عم بقول بقدر اقول 10 هرتز 100 هرتز 1000 هرتز 10000 هرتز منطقيه اكثر ولذلك حتى اظن في الموسيقى لما باخذ الفريكونسيز كمان بنضرب في 2 او بنضرب في اظن بنضرب في 8 او بنضرب في 2 مش متاكد او تومن فعندي هلا هون في بين لابوراتوريز كانت تواجههم هاي المشكله في الاتصالات اظن في الالكترونيات حجم السيجنال لانه عنده هو سيجنال تو نويز والسيجنال كبيره بالنسبه للنويز بس هو بده يلاقي سيجنال تو نويز فحتى يقدر يتعامل مع ارقام واقعيه طلعوا يونت اسمها البل اليونت اسمها البل هي بتساوي لوج خلينا نسميها بي اوت على بي ان هي مش شرط انها تكون فولتج يعني بس انا رح اسميها بي اوت على بي ان بعدين قالوا رح ناخذ الديسيبل الديسي معناها 1 على 10 فالديسيبل دي بي بتساوي عشر البل فصارت هذه بتساوي 10 لوج بي اوت على بي 20 العشرة للباور فعندي هون الايكوفلنت منها اذا اخذت الاوتبوت باور على الاوتبوت يعني الانبوت باور تكون عندي 10 ليش ما حطينا الاثنين؟ ليش بتوقعوا حطينا الاثنين لما صارت هاي فولتج؟ ايش بقدر اعمل بالاثنين هاي؟ مش بقدر الاثنين هاي احط هذه هون واخذ هذا تربيع واذا دخلت التربيع برا هون مش بصير هذا في سكوير وهذا في سكوير ولو قسمت الاثنين على نفس ار شو بعطوني؟ في سكوير على ار وفي سكوير على ار بعطيني باور فصار هذا ايكوفلنت لهذا واضح ليش هذا ايكوفلنت لهذا اللي موجود هون اوكي اذا اذا باخذ فولتج على فولتج باخذ 20 لوج اذا الدي بي بيساوي 20 لوج اوتبوت فولتج على انبوت فولتج بيساوي 10 لوج اوتبوت باور على انبوت باور بس هاي هي وحده الديسيبل هلا هون بعد الديسمنت صارت تسمح لي اني اشوف ريشوز كبيره، اذا رقم كبير جدا بالنسبه لرقم ثاني ما اقدر اعبر عنه، اذا هو مثلا 10000 مره بصير عندي كانه 5 في 20 100 ديسيبل. لاحظوا كمان انه التكبير بصير بوزيتيف والتصغير بصير نيجاتيف، اذا بصغر شيء عمالي بعمل ماينس نيجاتيف دي بي عليه
وإذا كانوا التنين متساويين بحثوا إذا التنين متساويين ليش بطلع الجواب؟ بطلع زيرو. إذا في أوت أصغر من في إن شو بطلع الجواب؟ وإذا في أوت أكبر من في إن بطلع؟ فالبوزيتيف دي بي معناها تكبير والنيجاتيف دي بي معناها تصغير والزيرو دي بي معناها اللي بدخل هو نفسه اللي بيطلع منه. إذا هذا السكيل ونفس الشيء بنطبق هنا بحالة الفريكونسي لما نرسم الفريكونسيز الفريكونسي سكيل بيكون لوغاريتميك سكيل مش دي بي لوغاريتميك سكيل. فبكون عندي مثلا هون 1 هرتز او 1 راديان بير سكند 10 100 1000 10000 فبقدر اشوف تغيرات كثيرة هون على فريكونسي رينج واسع جدا. فعمالي بغير بضرب السكيل هذا في قيم ثابته بضرب في كل مره في 10 او في 100.